الخبر التاني بقى بيقول ايه؟ وزير التموين علي مصلحي اعلن امبارح التزام الدوله بدعم الخبز وثبات سعره للمواطنين عند 5 قروش بس. يعني طلع بعض يعني الاشاعات اللي بتقولها سعر رغيف العيش هيزيد، لكن هو بيقول التزام الدولة بدعم الخبز وثبات سعره للمواطنين عند 5 قروش. وده طبعا زي ما هو بيقول رغم ارتفاع تكلفة الخبز، وعلى فكرة هو بيقول كمان ان الدولة بتتحمل تقريبا 10 أضعاف، بيقول ان هو بتدفع نص جنيه على الرغيف ابو 5 قروش، يعني 50 قرش في الرغيف الواحد، يعني 10 أضعاف اللي المواطن بيتحمله. بيقول ان اسعار القمح محليا وعالميا ارتفعت بشكل كبير جدا، كافة عوامل الانتاج يعني وصولا ان هو يبقى رغيف عيش. احنا معانا على التليفون استاذ عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا بسعادتك. اهلا بيك، واحنا محتاجين يعني نعرف تفاصيل شويه. ايه رايك اولا في تصريح الوزير ان مش هيكون يعني ثبات سعر الرغيف ده؟ دي اول نقطه. وهل فعلا الدوله بتتحمل 10 أضعاف سعر الرغيف العيش اللي بيتحمله المواطن؟ يعني المواطن بيدفع 5 قروش، الدوله بتحط قدامه في الرغيف الواحد 50 قرش؟ من غير شك طبعا، يعني هو بعد تعويم جنيه، واحنا دوله يمكن تستورد ما يقرب من 50% من احتياجاتنا من الأقراح من الخارج. فسعر الدولار النهارده أصبح من أحد الأسعار الحاكمة في تحديد سعر رغيف العيش. طبعا المفروض النهارده سعر رغيف العيش بيتحرك النهارده، إذا كان بالوضع الحالي المواطن بياخد الرغيف بخمسة ساق، وهي تكلفته على الدولة أكثر من 30 قرش. لما كان الدولار بسعر السابق، النهارده لما نشوف مع مضاعفة سعر الدولار اعتقد ان احنا نوصل 60 قرش مش 50 قرش. سعادتك، وده الكلام اللي قاله سيادة الرئيس في خطابه واكد عليه، قال سعر الرغيف ثابت بالرغم ان تكلفة رغيف العيش النهارده وصلت 55 قرش و60 قرش، الا ان المواطن سيظل يحصل على رغيف العيش بخمسة ساعات، ودي حقيقة ثابتة، لكن هي فعلا تكلفة مش 50 لا أكتر من 50. أخبار الرقابة إيه على المخابز يا فندم؟ النهاردة الرقابة في ظل المنظومة الحالية أصبح المواطن هو الرقيب على المخابز. النهاردة إحنا بنشتغل يعني واضعين آلية منضبطة. كمية الدقيق اللي بيستلمها صاحب المخبز لازم بيسلم قدامها عدد من الأرغفة المعروفة في البلد. لو هو النهارده بنيجي نعمل محاسبة شهرية، لو هو أنتج نفس الكمية بنبعتها له تاني، لو أنتج أقل بنبعت له تاني، وده يعتبر رصيد عمل. ولو أنتج أكتر؟ لا، صعب إنه ينتج أكتر لأنه هو بيشتغل على مكنة زي نظرية الموبايل بالظبط. لا يعني أقصد إن الرغيف وزنه بيخف. هو يعني وزنه بيخف، محدش هيجيله ومحدش هياخد منه. ليه؟ لأن النهارده الحمد لله في وفرة وفي كسرة والمعروض كتير من رغيف العيش المدعم اللي هو بخمس سنين. طيب بعيدا بقى عن رغيف العيش المدعم، خلينا في رغيف العيش العادي. سعره فعلا ارتفع بشكل كبير جدا، يعني الرغيف اللي الناس كانوا بيجيبوه بجنيه بخمسين قرش بقوا يجيبوه بجنيه دلوقتي. ده غير انه والله صدقني، ودي عندنا يعني حاجات كتير على الصفحه بيقولك الرغيف بقى شفاف، وشه بقى زي ظهره، يعني لو حطيته في الشمس كده هتلاقي الشمس يعني يعني مخترقه ومعديه الناحيه الثانيه. هل في رقابه على المخابز دي ولا لا؟ احنا عندنا دلوقتي عندنا نوعين من المخابز. في المخابز اللي هي بتنتج ب 72% او 82% حر، وده سعادتك وصل طن الدقيق فيه النهارده اكثر من 5000 جنيه. قبل تعويم جنيه كان بيتراوح سعر الدقيق ما بين 2500 الى 2700، النهارده وصل 5 وشويه، فتضاعف سعر الايه؟ الدقيق. طبعا. فهنا يعني ده طبعا ده حر التداول، يعني بياخد دقيق على حسب سعره الموجود حاليا. ده طبعا بيبيع ما في منه، بيبيع على حسب وزنه، ممكن يبقى الوزن مثلا 150 جرام او 140 جرام. يعني حضرتك شايف ان غلو سعر الرغيف العادي بقى الغير مدعم شيء منطقي؟ شايف ان هو لو وزنه خف وبقى خفيف جدا ظهره زي وشه برضه منطقي لارتفاع اسعار الدقيق، صحيح؟
احنا شوفي، الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش خلاف والمعلنة على الشاشة هي سعر القمح. مش عايز افصال يعني عشان بس حد يتعرف. تمام. هي كل القمح والدقيق والبتاع ده سلع بنشتريها من على اللوحة في البورصة. فاحنا ما بنكتبش حاجة ومفيش حاجة بنستخبيها. النهارده بقول لسعادتك الدقيق الفاخر. بس انتوا ما بيبقاش ليكوا رقابة على اللي هو الأفران الحرة يعني. حاجة. أنا ما بديلوش حاجة عشان أحاسبه عليه. ما بتديلوش حاجة علشان تحاسبه عليه. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، شكرا جزيلا.